كماشة من حديد ونار تحيط مركز مديرية باقم في محافظة صعدة قبيل اقتحامه من قبل الجيش الوطني اليمني المسنود بطيران ومدفعية التحالف. تم بفضل الله وحمده تقدم قوات الجيش الوطني بشكل عام، وفي قطاع محور اللواء 143 تم السيطرة على جبل الأسود والمطل على باقم وعلى المغرم، وتم تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح وفي العتاد. وبعد السيطرة على عموم مديرية باقم ومحاصرة مركزها من أربع جهات، اعتمد الجيش الوطني أسلوب التمشيط الناري لتأمين الجبال المحيطة بالمركز. احنا في اتجاه هذا المحور، وهو يعتبر من اصعب المناطق في التضاريس، وتم السيطرة عليها والوصول الى هذا المناطق بفضل الله وبفضل المقاتلين وبدعم قوات التحالف العربي. وتعتبر السيطرة على مديرية باقم بداية لانهيار الميليشيات الحوثية الايرانية في محافظة صعدة، كونها تعتبر ممرا لخطوط امداد الميليشيات. مع لواء 143 الذي حقق انتصارات سريعة متلاحقة في وقت قياسي، انهي جولة خاصة لقناة سكاي نيوز عربية. محمد العرب.